أكد رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أهمية دور الأحزاب والتيارات العربية في تعزيز الوعي القومي والوطني بما يخدم قضية العرب المركزية وينعكس إيجابا على متانة العلاقات العربية البينية. وخلال لقائه رئيس حزب الرفاه الموريتاني محمد ولد فال لفت اللحام إلى أن سوريا تخوض حربا ضد الإرهاب على مدى عدة سنوات، في حين تعمل بعض الأنظمة كالسعودية وقطر وتركيا على تمويل الإرهابيين وتسهيل عبورهم إلى سوريا خدمة للمصالح الاستعمارية والكيان الصهيوني. من جهته أكد رئيس حزب الرفاه الموريتاني وقوف الشعب الموريتاني إلى جانب سوريا في حربها ضد التنظيمات الإرهابية. الهدف من الزيارة هو تأكيد دعمنا وتجديد دعمنا لسوريا قيادة وشعبا وجيشا على هذا الصمود الأسطوري الذي لم يسبق له مثيل في وجه هذه الهجمة الكونية الشرسة التي استهدفت سوريا واستهدفت قبلها ليبيا والعراق وتستهدف الآن تونس وغيرها من البلدان. الأمة العربية هي الآن أمام حالة لم يسبق لها مثيل من محاولات التشتيت والتمزيق والهيمنة والسيطرة من طرف القوى الكبرى وبمساعدة قوى الراجعية العربية. والصمود السوري الذي أحبط مخطط الشرق الأوسط الجديد هو شرف للأمة كلها، وهو صمود رفع رؤوس أبناء هذه الأمة